جامعة المنصورة أقامت الملتقى الهندسي اللي بتنظمه كلية الهندسة في الجامعة هناك، وده احتفالا باليوبيل الذهبي، يعني 50 سنة على إنشاء هندسة المنصورة. خلونا نشوف بسرعة هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. احنا قررنا كفريق عمل ان الكلية تطلع مهندسين، كلية الهندسة لا تخرج اي حد يعمل باي وظيفة غير وظيفة الهندسة، عشان كده الطلبة هنا لما هتمشي هتلاقي كل الطلبة عارفين بيشتغلوا، بيعمل مشروعات لعمل روبوتات وعمل اجهزة طبية وعمل طرق بناء حديثة وعمل برامج كمبيوتر. الفكرة كلها ان هم طلبة سوق العمل عاوز ايه، بقينا بنعلمه اللي محتاج سوق العمل، عشان كده لما تمر هتلاقي طالب عامل غسالة للمناظير الطبية، والتاني عامل طريقة بناء حديثة، والتالت عامل روبوت ينزل يجيب الحاجات من تحت المية. الفكرة ببساطة ان كلية الهندسة هي كلية كل الناس اللي فيها قرروا ان هم يلغوا فكرة العمل الحكومي ويشتغلوا ان تدار الكلية الحكومية بطريقة القطاع الخاص. طبعا انا بهني كلية الهندسة بلغة يعني الاحتفال اليوبيل الذهبي النهاردة 50 عام على انشاء كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والحقيقة بهنيها ايضا لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية في التميز الحكومي عن عام 2022، وكذلك بهني كلية الهندسة لحصولها على أعلى 3 شهادات أيزو. النهاردة في معرض طلابي لكل الأنشطة اللي بتقدمها الطلاب في كافة برامج كلية الهندسة، والحقيقة برامج كلية الهندسة كلها معتمدة. يعني الحقيقة طبعا أنا بشكر إدارة الكلية، السادة أعضاء الرئيس، السادة رؤساء الأقسام، الوكلاء، الجهاز الإداري على الخدمة اللي بقدموها للطلاب، وعلى اللي أنا شفته النهاردة بالأمانة يعتبر فخر لجامعة المنصورة إن كلية الهندسة ضمن أحد أسرع جامعة المنصورة. إحنا عندنا وحدة دعم مشاريع، كل طالب أو كل طالب في مشروع أو في وحدة في أسرة من الأسر لو عنده فكرة تنفع تشتغل عملي، مجرد ما بس بيقول الفكره وبنراجعها بنديله دعم مادي. في ناس بياخدوا عندنا لحد 100,000 جنيه دعم مادي من الكليه، ومجرد ما يجيب دعم من اي هيئه من الهيئات اللي بره بنديله قدها في الكليه كمان. والورش مفتوحه، بمجرد بس هم عايزين يعملوا ايه واحنا بنساعدهم في كل ده، من لجنه اشراف لاداره لكل حاجه. يعني النهارده احنا عندنا الملتقى الهندسي ده بيضم فرق طلابيه، الفرق الطلابيه دي ده فرق موجوده بالكليه بتتم في انشطه مختلفه على حسب التخصص بتاعها، زي تخصصات الالكترونكس، الروبوتكس، الحاجات الخاصه بالهندسه المدنيه، حاجات خاصه بالهندسه الطبيه، حاجات خاصه بالارتفيشال انتليجنس والحاسبات. عندنا اكتر من حوالي 27 فريق مشارك، وكل الفرق دي لها، لان احنا اخترنا اميز الفرق اللي موجوده بالكليه ان هي بدات ان هي يبقى لها تخش مسابقات، سواء اذا كانت مسابقات دوليه او مسابقات عالميه. فكره التيم قايمه ان احنا بنحاول نسد الفجوه اللي ما بين سوق العمل وما بين الدراسه، لان الطالب بعد ما بيطلع من خلاص خلص 5 سنين كليه ما بيبقاش عارف ايه اللي المفروض مثلا هيعمله او كده. فاحنا بنحاول في فتره من اول مثلا الطالب بيكون في ليفل زيرو او سنه اعدادي لحد ما بيطلع يتخرج للجامعه بنحاول نزوده بالسكيلز الموجوده. احنا هنا بندمج ما بين الهندسه والطب، وزائد كمان الطالب عندنا بيدرس حاجات ليها علاقه ثانيه بالميكانيكا، بالحاسبات والاتصالات، بياخد كمان حاجات هندسه مدنيه بس، فاحنا بنغطي فروع الهندسه بما يخدم الطب. احنا برنامج لسه فاتح في 2020، البرنامج عندنا بيحقق رؤيه مصر 2030 من خلال تحول الطاقه، ان هو نتحول من الطاقه النظيفه وتحقيق استدامه الطاقه. البرنامج عندنا له تخصصات كتير زي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والطاقه السيارات الكهربائيه والمباني الذكيه. العلم نور، العلم نور.